قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كثيرا ظمي، قدمت لأحرم في رحبتيك سلام لمثواك من محرمي. فمذ كنت طفلا وجدت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي. أهلا بكم أحبتي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم لوحة للطاهرين. اليوم سنكون وإياكم مع ثلاث لوحات سنصور من خلالها استشهاد الإمام الحسين وعلي بن الحسين وأبي الفضل العباس عليهم السلام وأبناء عمومتهم وأصحابهم المخلصين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. فابقوا معنا أحبتي المشاهدين وهذه المشاهد العظيمة من خلال لوحة للطاهرين. ليلة عاشوراء. نهض عمرو بن سعد إلى الحسين عليه السلام عشية يوم الخميس لتسع مضين من المحرم، وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين عليه السلام فقال: أين بنو أختنا؟ ويقصد بذلك العباس وجعفر وعبد الله وعثمان أبناء علي عليه السلام. فقال الحسين عليه السلام: أجيبوه، وإن كان فاسقا فإنه بعض أخوالكم، وذلك أن أمهم أم البنين كانت من بني كلاب، وشمر بن ذي الجوشن من بني كلاب أيضا. فقالوا له: ما تريد؟ فقال لهم: أنتم يا بني أختي آمنون، فلا تقتلوا أنفسكم مع أخيكم الحسين، وألزموا طاعة يزيد. فقالوا له: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ وناداه العباس بن أمير المؤمنين: تبت يداك، ولعن ما جئتنا به من أمانك يا عدو الله، أتأمرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ فلما أخبره العباس بقولهم قال له: ارجع إليهم، فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عنا العشية، لعلنا نصلي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم إني كنت أحب الصلاة وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار. إنهم لا يريدون غيري. فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وأبناء عبد الله بن جعفر: ولم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك أبدا. بدأهم بهذا القول أخوه العباس بن أمير المؤمنين، واتبعه الجماعة عليه، فتكلموا بمثله ونحوه. ثم نظر إلى بني عقيل فقال: حسبكم، من القتل بصاحبكم مسلم، اذهبوا قد أذنت لكم. قالوا: سبحان الله،
فما يقول الناس لنا وما نقول لهم؟ إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن معهم برمح، ولم نضرب معهم بسيف. وقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدي فقال: أنحن نخلي عنك وقد أحاط بك هذا العدو؟ وبما نعتذر إلى الله في أداء حقك؟ لا والله، لا يراني الله أبدا وأنا أفعل ذلك، حتى أكسر في صدورهم رمحي وأضاربهم بسيفه ما ثبت قائمه بيده. ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة ولم أفارقك أو أموت معك. وقام سعيد بن عبد الله الحنفي فقال: لا والله يا ابن رسول الله، لا نخليك أبدا حتى يعلم الله أنا قد حفظنا فيك وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. معركة الخالدة. حصن الإمام عليه السلام مخيمه وأحاط ظهره بخندق أوقد فيه النار ليمنع المباغتة والالتفاف عليه من الخلف، وليحمي النساء والأطفال من العدوان المحقق. نظر شمر بن ذي جوشن إلى النار في الخندق فصاح: يا حسين، تعجلت النار قبل يوم القيامة. فرد عليه: أنت أولى بها، صليها. وحاول أصحاب الحسين عليه السلام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم، فاعترضه الإمام ومنعه قائلا: لا ترمه، فإني أكره أن أبدأهم. ولم يزل يتقدم رجل رجل من أصحابه فيقتل، حتى لم يبقى مع الحسين عليه السلام إلا أهل بيته خاصة. فتقدم ابنه علي بن الحسين عليه السلام وأمه ليلى بنت أبي مرة ابن عروة بن مسعود الثقفي، وكان من أصبح الناس وجها، فشد على الناس وهو يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. ففعل ذلك مرارا، وأهل الكوفة يتقون قتله، فبصر به مرة بن منقذ العبدي فقال: والله لا أشدن عليه. فشد عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف ففلقه. لم يبقى مع الإمام الحسين عليه السلام سوى أخيه العباس، الذي تقدم إليه يطلب منه الإذن في قتال القوم، فبكى الحسين وعانقه ثم أذن له. فكان يحمل على أهل الكوفة فينهزمون بين يديه كما تنهزم المعزى من الذئاب الضارية، وضج أهل الكوفة من كثرة من قتل منهم. ولما قتل قال الحسين عليه السلام: الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. وهكذا بقي الإمام عليه السلام وحده يحمل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله، وبين جنبيه قلب علي عليه السلام، وبيده راية الحق البيضاء، وعلى لسانه كلمة التقوى. وحينما التفت أبو عبد الله الحسين عليه السلام يمينا وشمالا ولم يرى أحدا يذب
عن حرم رسول الله أخذ ينادي: هل من داب يذب عنا؟ فخرج الإمام زين العابدين عليه السلام من الفسطاط وكان مريضا لا يقدر أن يحمل سيفه، وأم كلثوم تنادي خلفه: يا بني ارجع. فقال: يا عمتاه، ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بالحسين عليه السلام ينادي: يا أم كلثوم، خذيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حمل الإمام الحسين عليه السلام سيفه وراح يرفع صوته على عادة الحروب ونظامها في البراز، وراح ينازل فرسانه ويواجه ضرباتهم ببسالة، فما برز إليه خصم إلا وركع تحت سيفه ركوع الذل والهزيمة. قال حميد بن مسلم: فوالله ما رأيت مكثورا قط قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا ولا أمضى جنانا منه، إن كانت الرجالة لتشد عليه فيشد عليها بسيفه فتنكشف عن شماله انكشاف المعزى إذا شد فيها الذئب. ولما عجزوا عن مقاتلته لجأوا إلى أساليب الجبناء. فقد استدعى شمر الفرسان فصاروا في ظهور الرجالة، وأمر الرماة أن يرموه فرشقوه بالسهام. بعدها صار جسمه كالقنفذ فأحجم عنهم، فوقفوا بإزائه، وخرجت أخته زينب إلى باب الفسطاط فنادت عمر بن سعد ابن أبي وقاص: ويلك يا عمر، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ فلم يجبها عمرو بشيء، فنادت: ويحكم، أما فيكم مسلم؟ فلم يجبها أحد بشيء. ونادى شمر بن ذي الجوشن الفرسان والرجالة فقال: ويحكم، ما تنتظرون بالرجل؟ ثكلتكم أمهاتكم. فحملوا عليه من كل جانب، فضربه زرعة بن شريك على كتفه اليسرى فقطعها، وضربه آخر منهم على عاتقه فكبى منها لوجهه، وطعنه سنان بن أنس النخعي بالرمح فصرع، وبدر إليه خولي بن يزيد الأصبحي فنزل ليحتز رأسه، فأرعد فقال له شمر: فت الله في عضدك، ما لك ترعد؟ ونزل شمر إليه فذبحه، ثم رفع رأسه إلى خولي بن يزيد فقال:
احمله إلى الأمير عمر بن سعد. وبعد ساعة وقفت حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وابنة أمير المؤمنين عليه السلام العقيلة زينب عليها السلام على جثمان أخيها العظيم وهي تدعو قائلة: اللهم تقبل منا هذا القربان. اللهم تقبل هذا القربان، عظم الله لنا ولكم الأجر. شكرا لطيب متابعتكم أحبتي المشاهدين، انتظرونا الحلقة القادمة إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه.